الترف والنعم يوم النضال بين صد الجهل أبو منتظر. هذا نهج حيدر تعرف الأمم يشترك ويا أمته بالألم. هاليوم مو يوم الترف والنعم، يوم النضال بين صد الجهل. من يظل هذا فكرته معتصم أو ذاك يجي يروج دعاية حزب، ظلت الأحكام ببطون الكتب والدين أصبح لفظي بلا عمل. من يظل هذا معتزل بالعلم، والله هنا شوية، من يظل هذا معتزل بالعلم والثاني رايدها زعامة واسم، مش عرفت الأمة الضايعة اش تفتهم وشلون تتمكن تصلح حلل. من يظل هذا يأول بفكرته والثاني ظل جامد على ثروته، شعرفنا من دين النبي وحكمته، أصبح غريب الدين بين الأهل. هاليوم مو لازم نغض النظر، يحتاج إصلاح ورشد للبشر. لا تقول بس غير صبح بالخطر، أنت النهاية أو ذاك غيرك غفل. هذا نهج حيدر تعرف الأمم يشترك ويا أمته بالألم.